اقول لك كلام، السيد الحلبوسي انا مو مدافع عن السيد الحلبوسي، لكن السيد الحلبوسي رجل مرحله وشاب قائد شاب قاد يعني قدر انه يوقف البيت السني ويقدم للبيت السني ويدعم البيت السني، وليس فقط بس البيت السني انما الشعب العراقي، بس احنا نتحدث كسنه. الحلبوسي لولا هو موجود منذ عام 2003 مو هذا حال العرب السنه، مهجرين ونازحين ومتشتتين وما يعرفون داعش يجيهم من صحة. يلا مو هسه هو موجود وبعدنا هسه سيد محمد الحلبوسي موجود وبعد عندنا نازحين وبعد عندنا عندنا فقراء وعندنا ناس متهدمه بيوتها ومراجع لها وعندنا مغيبين راح يعيد النازحين جرف الصخر والسنجار وخيرها الى مناطقهم والى منازلهم.